احنا احد وزارتنا احد اهم مؤشرات الاداء اللي مرتبطة بوزارتنا هو خلال الخمس سنوات القادمة مضاعفة حجم مساهمة قطاعنا في الناتج المحلي الإجمالي وفي دعم النمو الاقتصادي في الأردن، هذا بشكل مباشر. نسبة حاليا كم يا فندم؟ احنا حاليا بنحكي مع الاتصالات بحوالي 7 أو 8% تقريبا، احنا عم نحكي عن مضاعفة هذه النسبة، هذا بشكل مباشر كقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. احنا كمان عم نأثر بشكل غير مباشر على القطاعات الأخرى، فتطوير القطاع المالي والقطاع الزراعي والقطاع الصناعي، يعني إذا بدي أعطيكي مثال صغير، مثلا تطبيقات النقل الذكي تخلق فرص عمل مباشرة بهذه الشركات يمكن 1000 وظيفة، ولكن بطرق غير مباشرة، بمعنى كم شخص بيستفيد من هذه المنصات أو منصات التجارة الإلكترونية. اليوم أنا بعطيك مثال إنه الشركات فيها 1000 موظف وفي عنا 50,000 مستفيد، بس ما وقفت كمان هون، صار في عنا 1000 مطبخ منزلي أو ناس بيشتغلوا من البيوت، صار في عنا 10% زيادة بعدد المطاعم لأنه تطبيقات الذكية صارت التوصيل أسهل. فالأثر الغير مباشر لأن هذا اللي إحنا عم ندرس الآن، اللي هو هذا مفهوم الاقتصاد الرقمي، كيف نقدر نعمل الحسابات مشان نحسب شو تأثير الاقتصاد الرقمي على النمو الاقتصادي بشكل كامل. كنت كمان محتاج أسأل حضرتك على الصندوق الأردني الإماراتي اللي تم الإعلان عنه منذ عدة أسابيع، تفاصيل هذا الصندوق في ريادة الأعمال طبعا ودعم مشاريع ريادة الأعمال، رأس ماله تطبيقه وتفعيله هيبدأ إمتى مع الوزير؟ يعني إن شاء الله إحنا بالمراحل النهائية، المراحل بتعرفي يعني بس تروح على القانونية وتأسيسها والهيكل الهيكل القانوني لإلها، هنا بتاخذنا شويه وقت. وقت امتى يا فندم يعني متوقع؟ يعني خلال يعني توقعاتي الشخصيه من هون لشهر شهر ونص ان شاء الله بنكون بدانا اطلاق المشروع. مستهدفات اوليه لعدد المشاريع المستهدفه قطاعات؟ برنامج كامل هو معمول، هذا جرو فند، هذا صندوق لا يساهم في نمو الشركات، راح يستهدف مجموعه تقريبا 30 شركة من الشركات الواعدة اللي ممكن تنتقل من إنها تكون شركات محلية لتكون شركات إقليمية وعالمية أو تكون شركات يونيكورن، الشركات اللي ستبلغ قيمتها مليار دولار فأكثر خلال مدة معينة من الزمن. فهذول الشركات اللي احنا بنستهدفهم في الأردن، وبنفس الوقت بنقدم لهم شبكة دعم نساعدهم على أنهم يوصلوا للهدف المطلوب. الربط التكنولوجي ما بين مصر والأردن والعراق كنا شاهدناه تقريبا في العام 2021، هل في جديد في هذا المشروع مع الوزير؟ احنا قنوات مفتوحة ما بين الأردن ومصر والعراق، وبالعكس بنعتبر احنا انه احنا وحدة حال، فعم نتشارك ونستفيد بكثير من الأشياء. الربط اللي انت عم تسألي عنه هو ربط الألياف الضوئية، هذا لسه صراحة ما في تقدم يعني كبير بخصوصه، ولكن لازال في حديث بالموضوع. أنا ومعالي وزير الاتصالات في مصر يعني طرحنا فكرة خلال المؤتمر اللي صار بالأردن، وإن شاء الله عم نشتغل عليها، وإذا صار شيء راح نخبركم أكيد. الله يعطيكم العافية. شكرا.